فاطمة لندلسي، رئيسة الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات. اليوم الجمعية متاعنا موجودة في بيجة في إطار مشروع النفاذ إلى المعلومة في قلب استراتيجيات الجمعيتية تحت شعار المعلومة حقك. والممول من طرف الجمعية التونسية للحوكمة والمساءلة الاجتماعية. شنو الهدف من المشروع هذا؟ هو تعزيز قدرات الجمعيات المحلية في تحليل المعلومة المقدمة لي، وأهمية إدراج آلية طلب النفاذ إلى المعلومة في المشاريع متاع الجمعيات. النشاطات اللي قاعدين نقوموا بهم، قدمنا ديجا من عم ناول في الكيف نفس النشاطات، سليانة وجندوبة عملناهم ديجا في شهر مارس، واليوم نكملوا اخر نشاط اللي هو في بيجا، اللي دونك نهارين على مدى نهارين. النهار الاولاني اللي يخص الحق في النفاذ الى المعلومه اللي تاسس فيه قاعده ديجا مدام نعيمه الذيبي رئيسه الوحده القضائيه في هيئه النفاذ الى المعلومه، وغدوه باش يكون موجود معانا الاستاذ حفيظ حافي اللي هو ناشط مجتمع مدني ومحامي، باش يعمل لنا كيفية تجنب التلوث المعلوماتي. دونك بالنسبة للاليسو معناها من الدورة التدريبية هذيا، الجمعيات كل جمعية باش تقدم مطالب للنفاذ للمعلومة في الخاص معناها في إطار العمل متاعها. وجمعية عدل باش تتابع الجمعيات هذية، دونك باش هكاك تقدم المطالب نتاعها. المشروع كما قلت قبيليك هو ديجا تعمل عم ناول في الكيف، والسنة كملنا دونك الثلاثة ولايات اللي تبقات، باش هكاك في الاخر بالكل باش يقع ورشة عمل باش تتعمل يحضروا فيها الجمعيات الولايات الأربعة، دونك تجم تقول لقاء إقليمي لتبادل المعلومات حول تجارب الجمعيات ومدى تجاوب المؤسسات العمومية بالنسبة للنفاذ إلى المعلومة. وهذا بعد باش يترفع دونك أن رابور لهيئة النفاذ للمعلومة.